Flogging is still carried out on a daily basis in Sudan, most of the time against women as punishment for indecency and morality crimes. Women's rights activists who have protested these laws have themselves faced repression and abuse by the authorities. فبنجي نلقى ان هو القوانين دي اتعملت على اساس انها تتحكم في النساء في انك انت تلبسي شنو تشتغلي شنو يعني في كامل تفاصيل الحياة. انا ميرا عثمان حامد ناشطة في مجال حقوق الانسان والمرأة. تلمينا مع بعض وعملنا المبادرة بتاعت مبادرة لا لقهر النساء، وهي دي كانت البداية في العمل في ضد قانون النظام العام. يعني كل وقفة إحنا كنا بنجيفها كان بيكون فيها ضرب وإهانة وإذلال. Despite the repression, Sudan has seen a rise in public protests over the last few years. But the government has responded violently, assaulting and beating and detaining protesters. تزامن وجودي في اللحظة اللي اندلعت فيها المظاهرات في السوق الكبير بيضربوني ضرب من كل في كل أنحاء جسدي يعني، وما واحد بس اللي كان بيضربوا، الاثنين كانوا مجموعة. وقعت في الوطاء، جروني ونبذوني نبذ فاحش وهددوني بالاغتصاب. Women in Sudan are speaking out on a number of political, social and economic issues. The peace activist Jalila Khamis Koko was arrested and detained for almost 4 months for publishing a plea against the ongoing war in the Nuba Mountains. وكنت قاعدة في حبس انفرادي، يعني أخذت في الحبس الانفرادي 3 شهور و18 يوم تقريبا بالتمام والكمال. وما كنت بفرز بين الليل والنهار لأنه غرفة مقفولة وفيها إضاءة، يعني الكهرباء دي مولعة ليل ونهار، حتى الزمن كان بيختلط عليه. To silence these women, Sudanese security forces have immense power at their fingertips. The women can be arrested, detained for long periods, face ill treatment, abuse, and even torture while in detention. في الاعتقال ده هو أصلاً في الفترة بتاعة 2012 هو قام بنهرة كده إنه اتلفتي، يعني أنت عاملة فيها راجل، إحنا هسي هنا في اللحظة دي هنعمل كالآتي. حنوقفك عريانة تماما وانت حتشوف ان احنا حنعمل فيك شنو. السجن يعني جدا ظلام جدا مخيف. تعرضت في السجن لانه يطلعوا الأدافر بتاعي، وتعرضت لانه شعري كله تتساخط، فقالوا المفروض ما يحيى. حاولوا انه قالوا له امشوا اقتلوه برا، دم عزات ما بتدفق لنا جوا في المبنى بتاع جهاز الأمن هنا. Sudanese national security officers have even abducted and raped women for speaking out. Safia Eshak, a youth activist involved in protests in 2011, was abducted off the street by national security. She published an account of her ordeal on the internet before fleeing the country. حاولت أقاوم فقام ضربني يعني في محاولة تحقيق، قام ضربني أغمى عليا. لما صحيت لقيت اثنين ماسكيني من كرعيني والثالث كان بيمارس معي، كنت متألم شديد. Authorities have denied the rape and even charged journalists with crimes for writing about it. أنا أمل هباني، أنا صحفية أقيم في الخرطوم في السودان. يعني كتبت في القضية أنا وعدد من الزملاء والزميلات، كتبنا في هذا القضية وطالبنا بعمل تحقيق، ولكن بدل من ذلك تم فتح بلاغات ضدنا وتم احتقالنا. تعرضت للفصل من العمل، أنا الآن عمودي أشياء صغيرة وموقوف من النشر في الصحف السودانية، ما بكتب في الصحف الورقية اليومية. Sudanese women human rights defenders are operating in a hostile environment. The Sudanese government needs to stop using violence and intimidation to silence them. It should reform repressive laws and those that discriminate against women. حركة النساء في السودان حاليا بتشكل جزء أصيل وفاعل جدا في الحراك العام من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان عموما. بنحلم بوطن يشمل الجميع دون تمييز عرقي أو ديني أو نوعي.
نحترم فيه الاختلاف.